أهل الإسلام يعظمون شعائر الله، وتعظيم الشعيرة عند المسلم ينطلق من أصل عقدي عظيم ومن أصل إيماني كبير. هذا الأصل العقدي وهذا الأصل الإيماني لتعظيم الشعائر إيمان العبد المسلم المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء هو صاحب الحق الأوحد جل جلاله أن يصطفي من خلقه ما يشاء، وأن يختار من خلقه ما يشاء، وأن يفضل بعض خلقه على بعض ما يشاء، وأن هذا حقه سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق جل جلاله. والله عز وجل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا والله. ولأنه العليم بما خلق، وهو القائل سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وهو القائل عز وجل: أفلا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، هو صاحب الحق، لأنه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه الحق. فلله الحكمة البالغة، وهو أحكم الحاكمين جل جلاله. فالأصل العقدي الإيماني الذي يقوم عليه تعظيم الشعائر أن العبد المؤمن يقر إقرار يقين أن الله صاحب الحق أن يصطفي وأن يختار وأن يفاضل بين الأشياء كيف شاء، وأن العبد يجد ذلك في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن هذا الحق في الاصطفاء، فيقول عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وربك يخلق ما يشاء، فهذا حقه، وحقه أيضا بعد أن خلق ما شاء أن يختار مما خلق ما شاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فعلى هذا الأصل يؤمن العبد المؤمن المسلم صادق الإيمان صادق الإسلام، يؤمن أن الله عز وجل خلق الأرض واختار خيرها وأفضلها وأشرفها، مكة شرفها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك فيقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. والمؤمن على هذا الأصل الإيماني أنه جل جلاله صاحب الحق في الاختيار، وجاء الخبر في الوحي أن الأرض كلها خلقها الله، وأن الله اختار بلده الحرام مكة شرفها الله وجعلها خير بقاع الأرض. ويؤمن العبد أن الله عز وجل خلق السماوات وجعلها سبعا طباقا، وأنه اختار السابعة وفضلها. ويؤمن العبد بأن الله عز وجل خلق الملائكة وأنه قدم جبريل عليهم فهو سيد الملائكة. ويؤمن العبد بأن الله عز وجل خلق البشر وأنه اصطفى منهم الأنبياء والرسل فهم خير الناس وأفضل الناس. ويؤمن العبد بأن الله عز وجل من الأنبياء والرسل قدم أولي العزم وفضلهم على سائر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الخمسة: نوح عليه السلام وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ويؤمن بأنه اصطفى من هؤلاء الخمسة وقدم الخليلين خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فالإيمان بهذا التفضيل مبني على ذاك الأصل العظيم الإيماني الكبير أن الله الخالق هو صاحب الحق في الاصطفاء والاختيار، وأن الله عز وجل خلق الزمان خلق الليل وخلق النهار، وأنه فضل بعض الأزمنة ففضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل شهر رمضان فجعله سيد الشهور، وفضل العشر الأواخر من رمضان على بقية الشهر، وفضل ليلة القدر على ليالي العشر، وفضل الأشهر
الحرم. إذن هذا التفضيل وهذا التقديم وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار حقه جل جلاله، والعبد المؤمن يسلم لربه بذلك ويرضى بحكمه جل جلاله ولا يعارضه. ليس من حقك، وإنما حقه. لماذا حقه؟ لأنه هو الذي خلق، ولأنه العليم بما خلق، ولأنه الحكيم في أمره فيما خلق جل جلاله. وأن الله أعلمنا بهذا ولا بد من الإيمان به. أين أعلمنا؟ في قوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.